السلفية هي اتباع منهج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل آخر يقول: من أراد الإسلام فهل يجب عليه أن ينطق الشهادتين باللغة العربية أم له أن ينطق الترجمة؟ إن قدر على العربية ينطق بالعربية، وإما قدر ينطق بلغتي. نعم. أنا سلفي على الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح.